من ناحية هذاك الحديث اللي وقع لشمهروش ولا سميتو في النواحي مراكش، أراه الصراحة نقدر نحلف لكم ما في بالي وما عمري داز، ما عمري سمعت لهذاك الحديث تلقى لي تل دابا قالها لي هذاك الصحافة. وصراحه وهذا الشيء وراه ما كان خيلو داك الشيء، هذاك الخيانه وهذاك الغدر وهذاك الجرائم، الله يجينا ونجيكم جميعا والله يهدي ما يخلق. وحتى الناس ديال المنطقه كلهم راه كرماء، والصراحه الناس ديال الخير والصبر، وكنتمنى التوفيق للجميع، وكنشكر جميع الناس. وهاد المنطقه بالضبط كانت واجدوا في المنطقه تاع اتحاد الدوب اغنب ونورز، بالطريق اللي كيربط ما بين جامعه التلمي واكدال، طريق 704. وكنتمنى يكون الخير. والصراحه ملي شفت ملي قالوا لي هذاك الدراري سميتو دي ما شاء الله الله يحسن العوان، ملي كتجيني الاتصالات قالوا لي عرفتاش باش كنتصل معاك، وما راه ما في بالي هذاك شمهروش، قالوا لي شمهروش مراكش، شمهروش مراكش واش اسم الجن ولا اسم الانس ولا الله اعلم. قالوا لي راه انت درتي واحد سميتو واحد الصوره زوينه للمغرب من ناحيه السياحيه، واسميتو قالوا لي مهم درتي العكس لهذاك شمهروش. وهاد الناس المنطقه والمغاربه فتح عامه راه كرماء والدراوش، والصراحه كنتمنى يساعدوا معنا الناس في هاد الوسائل تاعت هذاك الارشين وهذاك التصاور ونا باش الماتيريال ديال سميتو. وشكرا بزاف، معكم محمد المكي من اغنب ونورس نمير. مرحبا للجميع السياحه يزورنا في هذه المنطقه، وكنرحبوا بجميع الزيارات داخل الوطن او خارج الوطن. شكرا.